منظمة هيومان رايتس ووتش قالت في تقرير لها إن الحكومة في بغداد استخدمت القوة القاتلة المفرطة ضد المتظاهرين. هذا السلوك واستخدام هذا السلوك بالعنف المفرط والقوة المفرطة بحسب ما ذكرت المنظمة مع تظاهرات سلمية، إلى ما ترجعه؟ بالتأكيد هو هذا نهج حقيقي وأكيد لما تمتلكه هذه الحكومة الممثلة الحقيقية لقمة طهران وديول دولية أخرى، وبالتالي هيومان رايتس مع احترامي لهذا رأيها الآن فهي كانت ضد كل حركة وطنية حقيقية من زمان، والعراقيين يقتلون بأيدي هذه الحكومة التي ليس الآن سلخت يدها في الدماء وإنما شهدت كل المحافظات في الرمادي والموصل وغيرها من هذه المحافظات الكريمة ومحافظاتنا كلها تلطخت هذه كل هذه الحكومة وأذنابها والمتعاقبة كلها تلطخت بأيدي ماء العراقيين حقيقة، والتحرك ساكنا هيومان رايتس وكل المنظمات الدولية هي مدانة لهذا الدم العراقي المصال من 2003 وحتى الآن. من خلال متابعتكم أستاذ لطيف الربيعي، يعني صحف إيرانية تابعة للنظام الإيراني انتقدت وهاجمت بل هاجمت انتفاضة العراقيين السلمية ضد الحكومة وأحزابها السياسية وميليشياتها، واعتبرت أن ما يحدث في العراق هو مؤامرة يعني أمريكية سمتها سعودية تستهدف إيران ودورها ونفوذها. كيف تعلق على ذلك؟ والله هذا شيء مضحك صراحة. نتمنى أن تتحرك السعودية أو تتحرك أخرى من الدول العربية، ولكن هذه الدول العربية نائمة وهي في ثبات عميق مما يجري في العراق وانتبهت إلى قضايا دولية أخرى، وهذا مرجوع عليهم على هذه الصحف. هذه الصحف طبعا لسان حال الحكومة الإيرانية ولسان حال الحكومة الفارسية التي ثبتت أوتارها في العراق، بالتالي هي صوت الحكومة العراقية صراحة وصوت ما تريده هذه الحكومة والسياسة في العراق. الدول العربية للأسف مواقفهم مخزية. لماذا تحاول الصحف الإيرانية ربط التظاهرات والانتفاضة انتفاضة تشرين بمراسم الأربعين؟ ما علاقة هذا بذاك؟ هي دائما يا سيدي نبارك انتفاضة تشرين، وهذه تسمية طيبة من الرافدين انتفاضة تشرين ومن المخلصين، هي انتفاضة حقيقية، انتفاضة الشعب العراقي اللي نسميها، وبالتالي هي تحاول دائما الضحك على الذقون وتحاول استغلال بعض المناصب التي يعني تكون يعني قريبة من بعض الذهنية العراقية، ويعني هذه مناسبات دينية قد تكون عزيزة على البعض من العراقيين انه هناك هي مناسبة، ولهذا يحاولون صمت هذه المناسبة في حين انه هي استغلال لكل عقول العراقيين واستغلال لكل طموحاتهم وهدم لكل المعتقدات العراقية الوطنية العربية الحقيقية الإسلامية الحقة. بالتالي هذه زيارة الأربعين قد تكون هي يعني أي ما تكون، ولكنها ليست في القاموس الإسلامي الحقيقي، وهي فقط إلهاء وتجريم للعقل للإنسان العراقي والشباب العراقي وتحكمه بهذه المناسبات. معروف عن الشباب العراقي بالغيرة العراقية، من يتحمل المسؤولية عن إراقة دم الشاب العراقي الذي لم يطالب سوى بفرص عمل ولم يطالب سوى بحقوقه التي لم تقدمها له حكومات ما بعد الاحتلال 16 سنة، لم تقدم الحكومة سوى تدمير للبنى التحتية حتى البشرية منها. لماذا هذا الإسراف في القتل وهذا التعنت وهذا الإصرار؟ هنا لابد من القول أن نحمل الحكومة والحكومات المتعاقبة كل هذه الدماء وكل هذه الجرائم، وخاصة التي ارتكبت منذ تشرين وحتى الآن، وحتى قبلها هي ارتكبت جرائم كبيرة جدا في الرمادي وبحجج داعش وغير داعش، انتهكت الأعراف وأسر الشباب واعتقلت واحتجزت هنا في هذه النقطة أريد أن تتحملها الحكومات المتعاقبة وأيضا تتحملها الإدارة الأمريكية حصرا والشياطين في قم. أستاذ لطيف الربيعي، ويتحملون الدول العربية سكوتهم عن هذا الذي يحدث في العراق. خطاب المرجعية تغير، يعني كيف تقرأ تحميل المرجعية الدينية الآن بعد مضي أكثر من 10 أيام على الانتفاضة أو بدء الانتفاضة مع هذا العدد الكبير من الشهداء الذين سقطوا وأكثر من 9000 جريح؟ كيف ترى تغير خطاب المرجعية الآن؟ أولا لأننا لدينا أخلاق راقية، لا نريد أن نتحدث بأي صفة
نتمناها أن نقولها على ما يسمى بالمرجعية. هذه المرجعية هي أساس كل البلاء في العراق صراحة. ألم تصدر فتاوي كبيرة جدا من خلالها نتج الحشد الشعبي وغيره وقتل الشعب العراقي كاملا على أيدي هؤلاء الشباب الذين ينتفضون اليوم؟ أليست هذه هي المرجعية التي أطاحت بكل القيم العراقية؟ أليست هذه المرجعية التي كانت يدها بيد المحتل؟ أليست هذه المرجعية مع ما نقول لأنه لدينا أخلاق لا نريد أن نسميها بأسماء نحن لا نقبلها، لكن هي كذلك، هي غريبة، هي ليست عراقية، ليست عربية، ليست إسلامية، ليست كل هذا. طيب ولكن والآن هي ألو نعم. والآن أستاذ لطيف الربيعي، إلى أي مدى ترى يعني من خلال كل هذه التطورات، إلى أي مدى ترى أن الشعب العراقي أصبح الآن أكثر وعيا وأدرك المسبب الحقيقي لحالة الفقر والجهل الذي يعيشونه؟ نأمل ونتمنى أن يدرك ولو متأخرا الشعب العراقي إلى أي مدى قد ضحك عليه، وإلى أي مدى سلب منه المستقبل، وإلى أي مدى سلب منه حقه، وإلى أي مدى انتهكت أعراضه، وإلى أي مدى انتهكت سيادته إذا كان يؤمن بسيادة العراق. فهذه كل الأمور علينا أن نتمنى من هذا العراقي أي كان أن ينتبه جيدا، لأنه لا ليس له إلا العراق الواحد الموحد العربي 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 الإسلامي الحق. غير ذلك فليس هناك من عراق، وليس من تطور، وليس من أي ترتيب أو تعديل في المنطقة من خلال العراق. والمنطقة معرضة لأخطار كبيرة ما دام العراق على هذا المرجل من الدماء والمسائل الباطلة والسيئة باتجاه الشعب العراقي. بالأمس قتل كل شبابنا بحجة داعش، كل شباب العراق قتل بحجة داعش، كل نسائنا انتهكت، كل نسائنا في السجون، تغييب المواطنين في جرف السفر وغير جرف السفر ومناطق كبرى والدنيا كلها تعرف وتشهد وتراقب ولن تحرك ساكن. بالتالي لا نريد أن نقول ما أصاب العراق يصيبكم، إنما انتبهوا سيصل إليكم ما أصاب العراق يا دول عربية ويا دول إسلامية. من عمان السياسي العراقي المستقل الأستاذ لطيف الربيعي، شكرا جزيلا لك.